لكن تكملة للفكرة بتاعت فارس، بالفعل هو حتى ريني فايلر له تصريح مهم جدا بعد المباراة لما اتسأل عن فكرة الدفاع، قال ان الكرة الحديثة ان انت بتلعب هاي لاين، وبالتالي هو بيختار كواليتي معين من المدافعين يقدروا ينفذوا الفكر بتاعه، خاصة كمان ان ريني فايلر بيعتمد جدا على فكرة الاستحواذ، وطول ما الكرة معاك فهجمات المنافس قليلة عليك، لكن مع منافس قوي ودور الثمانية والدور قبل النهائي إن شاء الله والنهائي، أعتقد محتاجين الناس تطمن على الدفاع. يمكن مر علينا مدير فني فارس فايتسا في 90 كان دايما وجهة نظره أنا ما عنديش مشكلة يجي فيها جول أو جولين، أنا هجيب 3 أو 4، لكن بعض المباريات لا تأمن تقدم المنافس عليك، وشفنا مباراة النجم الساحلي. أعتقد جمهور النادي الأهلي كله في تساؤلات شوية حوالين قلب الدفاع، سواء كابتن ايمن اشرف سواء النهارده الكابتن ايمن احمد فتحي، مش بتكلم عن اخطاء لا بتكلم عن فكره التوظيف، فاعتقد لازم حل ضروري. وهو هرب من السؤال بذكاء لان الراجل دارس اعلام كويس جدا، قال انا لما اتسال عن ليه احمد فتحي ومش ياسر ابراهيم، قال انا بتكلم عن مستر فايلر. احنا اتكلمنا قبل كده عن طريقه، هو راجل دارس اعلام ودارس صحافه، وبالتالي في بعض الاسئله بتكون غريبه، يعني حد بيكلمه انت منزل المهاجم في اخر وقت، لا هو مش شرط ان انا بنزل المهاجم، مهاجم نازل فت بيحافظ بيوقف المدافعين معاه، مش كل تغيير ان انا منزل مهاجم بدري بحيث هيسجل اهداف، طبيعي الدور الاول للمهاجم يسجل اهداف، ولكن لما المهاجم بينزل فت بلياقته البدنيه بيقدر يعمل يخطف هدف، او لو على الاقل هيقدر يوقف المدافعين لان هو نازل بدنيا فائق جدا. وبعض الاسئله بيتعرض اليها فايلر اعتقد بيكون فيها شكل من عدم المنطقيه احمد كتير جدا، بس هو بيتعامل بذكاء. هو بيتجنب الردود، بيتجنب ردود على الاسئله دي وبيتعامل بهدوء، نتمنى يستمر على هدوءه وضحكته الصافيه دي، ابتسامته الهادئه.